أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن جمعية الهلال الأحمر المصري تعد واجهة مشرفة لأكبر جمعية مصرية تعمل في العمل الإنساني. وأشارت وزيرة التضامن خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرية تقدم خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والخدمات الصحية والطبية، مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولي وتشجيع التبرع بالدم. الهلال الأحمر المصري بيمثل جزء من المنظومة العالمية. السنة دي يعني شرفنا بأكثر من طفرة تقدم، شرفنا بزيارة السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس جمهورية للجمعية، وده في حد ذاته تاج على رأسنا جميعا، وتقدير لجهود الهلال وجهود المتطوعين في كل مكان في مصر. أيضا طلب اللجنة الدولية أنها يبقى فرعها موجود في جمهورية مصر العربية. شرفنا أيضا أن ولادنا من المتطوعين كانوا على الأراضي الحدودية ما بين بولندا وما بين أوكرانيا عشان ترحيل الطلاب والمواطنين ومساعدتهم في عمليات الإجلاء. احنا بنستعرض جهود الهلال الأحمر المصري في الإغاثة ليس فقط المحلية بس الدولية كمان. عندنا نماذج ملهمة من المتطوعين جم اتكلموا عن رحلة التطوع بتاعتهم، قد ايه التطوع فرق معاهم في حياتهم وفي الأسر اللي بتستفيد، قد ايه طبعا عرضنا البيانات الخاصة بعدد الأسر اللي احنا والطلبة المصريين اللي احنا قدرنا نرجعهم من أزمة كبيرة زي الأزمة الروسية الأوكرانية. استعرضنا طبعا جهود المتطوعين الدولية وجهود العرب المتطوعين المصريين اللي هم مقيمين بره، ازاي قدروا بسرعة يشكلوا خلية عمل يتواصلوا مع الهلال الأحمر المصري.